احنا عملنا هذه الفعالية احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وعملناها هنا في حديقة عامة على أساس الأطفال يشاركوا في الفعالية من ذوي الإعاقة والأطفال العاديين والأسر. الهدف أيضا منها لأن LNG ووزارة التنمية عملوا حديقة خاصة لأطفال ذوي الإعاقة فيها كل أنواع الألعاب اللي مناسب ليهم، فهذه جزء من التوعية للأسر والمجتمع إنه في حدائق وفي أماكن مفروض الأطفال يطلعوا ويستمتعوا بالـ 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 بالجو العام يعني، فإحنا نبي أولادنا يشاركوا في كل المناسبات، فهذه يوم مهم جدا بالنسبة لذوي الإعاقة على أساس إنه إن شاء الله كل سنة راح نعملها ونشارك الأسر اللي عندهم أطفال ذوي الإعاقة يستمتعوا بالحدائق وبالأماكن العامة. الجمعية نظمت ألعاب كثيرة خاصة لذوي الإعاقة على أساس أن هم يقدروا يشاركوا، وفي هدايا كثيرة للأطفال يشاركوا مع أخوانهم في اللعب ويطلعوا في النهاية مستمتعين، وإن شاء الله يكون يوم خير وبركة لعمان ولأطفال عمان. بمناسبة يوم المعاق العالمي اللي هو 3 ديسمبر، قررت جمعية التدخل المبكر لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة تنظيم فعالية يوم متعتي في حديقة الصحوة. متواجدين مثل ما تشوفوا في حديقة الصحوة في مبادرة يومي متعتي، هذا المبادرة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إنهم يكونوا موجودين مع الأطفال العاديين ويتعلموا ويستانسوا مثل ما أنتوا تشوفوا. أنا عاصم يوسف، طالب في مدرسة الموالح وأيضا مشارك في جمعية مبادرة أبناؤنا طاقة لإعاقة في مدرسة الخاصة في مدرسة الموالح، وأنا هنا اليوم مشارك في يومي متعتي لأدخل الفرح على قلب ذوي الاحتياجات الخاصة في حديقة الصحوة، وأيضا بسبب افتتاح الألعاب الجديدة هنا لذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهؤلاء الفئة من المجتمع. ونحن هنا لسنا الوحيدين المشاركين، ولكن أيضا هناك العديد من المشاركين في هذه الفعالية، وأشكر الجميع المشاركين سواء من متطوع متطوعة جمعية أو وغيرها. جمال محمد علي الحسني من فريق نحن التطوعي، شاركنا اليوم مع جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في اليوم العالمي للأطفال ذوي الإعاقة. شاركنا في فعالية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي نظمتها جمعية التدخل المبكر، وإحنا كمجموعة مجموعة الدعم الأسري للأمراض النادرة. هذه المجموعة تهدف إلى تعريف المجتمع بهؤلاء الفئة، وهم فئة الأطفال والمصابين بالأمراض النادرة. أنا اسمي آية سعد الجديدي، أنا عمري 15 سنة وعندي مرض اسمه العظام الزجاجي.